اهلا بيكم في مغربيات. النهارده هنعمل وراك فراخ، هنعمل صينيه وراك فراخ بالبطاطس وتبقى عليها صوص الليمون، وهنعمل معاها فلفل محشي فريك وفاصوليا سودا، وهنعمل كيكه براونيز بس بطريقه جديده. هنطلع فاصل نرجع نبتدي الاكل. رجعنا بعد الفاصل. اقول لكم المقادير بتاع اول اكله معانا. هحتاج وراك بطاطس او رمل بطاطس صغيره، بقدونس، روزماري، شبت، ثوم صحيح، ليمون، مرقه، وزبده. طيب ملح طبعا وفلفل اسود. نسمي كده ونبتدي. بسم الله. هحط شويه زيت زيتون وزيت ذره عايزه الاول بس نشف كويس الجلد. تبلها تبلها بملح في الاسود كويس قوي. اوكي وابتدي. بسم الله. عايزه احط الجلد تحت علشان يتحمر الاول. واهم حاجه حاولي تجيبي، يعني تجيبي صينيه كبيره، الطاسه كبيره عشان تدخل معاك الفرن، لان احنا هندخلها هي الفرن. احط الناحيه دي، اغسل ايدي. طيب على بال ما هي تتحمر اجهز انا الصوص. هحط عصير الليمون. بسم الله. قلب. والروزماري. طيب نقلب دلوقتي الفراخ الناحية التانية. انا لسه هقلبها تاني، عايزاها لحد ما يبقى لونها ذهبي. دي طريقه جديده خالص للفراخ وحلوه. البطاطس كمان انا هحطها عليها دلوقتي في الاول مع الصوص بتاعتها، وادخلها الفرن، وفي الاخر اشيل البطاطس ونشفها شويه واحمرها تاني، اديها تحميره تانيه. طيب انا مش محتاجه الزيت ده كله، هشيله، هوطي العين شويه، هحط زبده. بسم الله. الثوم. ده ممكن اعلي تاني وهزود. بسم الله. الصوص نشوف احنا عاملينها. وارجع احط الفراخ وهنخلي الجلد من فوق. احط البطاطس.
اسود. اوكي شبت كم واحدة؟ ويفتح الفرن ودخلها الفرن. بسم الله تقيلة بس. طيب هطلع فاصل نرجع نكمل باقي الأكل. رجعنا بعد الفاصل. فكركم عملنا ايه في الأول؟ عملت وراك بطاطس وراك فراخ سوري بالبطاطس في الفرن. ودلوقتي هنعمل براونيز بس بطريقه جديده من غير دقيق ولا اي حاجه. هنعملها بكريمه شوكولاته البندق. هنحتاج طبعا زي ما قلنا كريمه شوكولاته البندق، هحتاج لوز مفروم، وهحتاج 3 بيضات. نسمي كده ونبتدي. بسم الله. المكونات بتاعتها سهله جدا وبسيطه وتطلع حلوه قوي، يعني طريقه جديده وتطلع حلوه جدا. انا عايزه البيض اضربه لحد ما الحجم بتاعه يتضاعف يبقى كتير ثقيل. بسم الله. طيب عايزه بس احط الشوكولاته شويه تفك. نبص على الفراخ بتقول اهي. بتغلي. طيب نعملها بس كده. انا خلاص دوبت الشوكولاته عشان سخنه قوي. شايف بس سخنه. نخلط اللوز. دي هنا نديهم ضربه كمان مع بعض. بسم الله. تمام. تأكد بس ان كلها مع بعض. بس ودخل الفرن. دلوقتي هنعمل فلفل رومي محشي فريك ولوبيا سودا بلاك بينز. هنحتاج فريك، بصل احمر، بصلايه صغيره متقطع صغير، طماطم من غير قشر ولا بذر. هحتاج دي موجوده فيها معلبات الفاصوليا، ثوم، فلفل حراق اختياري طبعا لو عايزين متقطع صغير جدا، وجبنه شيدر. نسمي كده ونبتدي. دي كويسه جدا للناس الفيجيتيريان نباتيين. نحط شويه زيت. نحط شوف بس يتسخن. نحط البصل. عايزه اسوي بس الفريك اسويه شويه. هنسويه زي ما قلنا احنا عارفين في
توم اوكي اغسل ايدي بس تبل ملح فلفل اسود وبقدونس جنب الناحيه الثانيه هحط شويه البقدونس اديله بس طعم ريحه وهنزل بالفريك فريك منقوع طبعا كان سيب الفريك على النار هجيب ميه كده البراونيز سيبها تبرد خلصت عايزه ابص على الفراخ قربت شربت الميه بتاعتها قربت تخلص هبقى اشيل البطاطس هنا كده خلاص هبقى اشيل البطاطس بس احمرها وبعدين ارجعها لنفس الطبق طيب هنا حطيت الفريك حطيت معاه شويه زيت شويه زيت وثوم وبصل اللي عايزه اعمله دلوقتي عشان ما تاخدش معاكي وقت لو عايزه تعمليها وما تاخدش معاكي وقت كتير جدا في السوا من ان كل حاجه جاهزه تحطيها تسلقيها الاول او تحطيها شويه كده تفضل في الميه كده خلاص انا عايزه اشيل الفريك اللي انا هعمله دلوقتي خليها على جنب اخلط معاه الفاصوليا السوداء عايزه على بال ما اعمل كده عايزه احط الزيت بس يسخن مكان اللي عندي طيب حطينا الفاصوليا السوداء هحط الطماطم بسم الله اوله واخره الفلفل نزود شويه بقدونس خليه هنا بقى احتاجه بعدين دي هنخليها نحشي بيها ادخل ايدي اطلع بسم الله وارجعها رجع الفراخ الزيت لسه شوية سخن خلاص كفايه كده ونحشي واحط الجبنه وادخلها الفرن
الزيت كده خلاص سخن. فكركم النهارده بنعمل ايه. النهارده عملت وراك فراخ، صينيه وراك فراخ بالبطاطس في الفرن وحطيت عليها صوص الليمون، وعملت براونيز بكريمه شوكولاته البندق، وعملت فلفل رومي محشي بالفريك و الفاصوليا السوداء. البطاطس دي الحلو فيها ان هي واخده اوريدي من طعم الفراخ، واخده من المرقه اللي كانت معاها من التوابل كلها، يعني هي استوت كده. فانا في الاخر بس لمجرد ان انا بديها وش بحمرها عشان تبقى كريسبي اكتر، بس هي طعمها بيبقى يطلع تحفه. نزين نقفل على البطاطس كده، خلصت. وعايزة اطلع فراخ. بسم الله. حط صوص ليمون في الاخر. سخنة. بقدونس على الفراخ. شوية شبت زين بيهم في الاخر. كده اول حاجة خلصت، اللي هي صينية الوراك بصوص الليمون بالبطاطس وعليها صوص الليمون. شوية بقدونس على الجبنة كل واحدة. مستنيين بس البراونيز تبرد شوية عشان نعرف نقدمها، نطلعها من القالب ونقدمها. بس ادي اول حاجتين خلصوا. ده خلصت. كده تمام قوي. كده البراونيز خلصت، والفلفل المحشي فريك وفاصوليا سودا، والوراك سوري بالبطاطس بصوص الليمون اللي كانت في الفرن. ان شاء الله تجربوا الاكلات دي في البيت وتعجبكم. بالهنا والشفا والصحه والراحه.